إلى كل ضمير حي في العالم، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنخاطب فيكم قيم الإنسانية التي نحملها جميعا. إن حلمنا المنشود هو حلم كل أمة تسعى للحرية والمساواة والعيش بكرامة. لو كنا نعيش كباقي البشر ما تركنا بيوتنا وافترشنا الشارع وواجهنا أداة القتل والقتل. ذلك أننا آمنا بعدالة قضيتنا ومطالبنا المشروعة وحقنا لنيل دولة مدنية حديثة كسائر الأمم. فكان ما تلقيناه هو القتل والممارسات القمعية والسياسات التجويعية. إننا نناشدكم كضمير حي في هذا العالم أن تلتفتوا إلينا وإلى ما نعانيه في ظل هذه الانتهاكات وفي ظل صمت دولي رهيب تجاه كل ما يحدث، مما شجع النظام على مواصلة ارتكاب جرائمه في حق الإنسان على هذا الوطن. ولذا نطالبكم باتخاذ خطوات جادة وأن يكون لكم موقف واضح تجاه قضيتنا. إن الحياة الكريمة هي الحياة التي تمكن أطفالنا من أن يعيشوا بأمان وحرية، تجعلهم قادرين على بناء مستقبلهم بأيديهم ليصنعوا مجدهم القادم لأوطانهم. إننا نحلم كما تحلمون، ولكن الفرق أنكم تحيون لتحققوا أحلامكم، أما نحن فنموت مع أحلامنا. لذا فإننا نؤكد بأننا لن نتراجع عن حقنا وعما خرجنا من أجله، وسنواصل نضالنا السلمي واعتصاماتنا حتى تتحقق أهداف ثورتنا. كما ننبه أن أي دعم لهذا النظام المتهاوي والوقوف معه يمنحه الشرعية لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب اليمني. كما أن تجاهلكم لمطالبنا هو تجاهل للمبادئ والقيم التي تنادون بها في ضمان الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية لشعوب العالم.